اليوم تنخرط بلادنا الى جانب 150 بلد في اليوم العالمي للنظافه. لاول مره تنخرط البلاد بفضل التعبئه اللي داروها مجموعه الجمعيات. كتبت الدوله للتنميه المستدامه دعماتهم وراءهم منخرطين جميعا في اكثر من 5 جهات بالقوافل البيئيه ديال كتبه الدوله للتنميه المستدامه، كذلك الدعم اللوجستيكي والمعنوي. لان حقيقه اولا دوليا كنعرفوا ان كاين اشكال حقيقي فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه اللي اليوم عندها مؤشرات مقلقه على الطبيعه. اليوم الكوكب كيستنفذ الموارد ديالو الطبيعيه، نحن بحاجه الى ان ننخرط جميعا، تكون عندنا تعبئه جماعيه من اجل التصدي لمكافحه التغير المناخي. ثم على المستوى الوطني نحن في حاجه الى استعاده مصالحه مع الفضاء العام. محتاجين وعي جماعي ايكولوجي باش ممكن نخرطوا في الورش التنموي الايكولوجي اللي بلادنا الحمد لله عندها الرياده والاشعاع على المستوى الدولي الافريقي. بالتالي لا يسمح اننا يقع عندنا المفارقه بين الحمد لله الاوراش الكبيره اللي كتاخذها بلادنا وبين ممارسات لا زالت حقيقه مقلقه، وهذا لابد ان نوقفه وغنوقفه بتعبئه جماعيه بفضل هذا التوعيه والتحسيس. الحمد لله اليوم هذه المبادره دارت بالمشاركه ديال تقريبا 50 ديال الناس ديال المشاركات والمشاركين اللي هما مشكورين. فكنا درنا ان كونسيبت جديد اللي هو جري ونقي ولا ران اند كلين. فالناس كتاخذ لي ساك ديالها افيك لي غون اي تو باش وكتمشي كتجري في نفس الوقت كدير الرياضه، يعني كتعاون الصحه ديالها، وفي نفس الوقت كتجمع الازبال اللي كاينين في البارك ديال زعيطره اللي كاين في بوسكوره. ومن بعد هذا الشيء عطيناهم شواهد على المشاركه ديالهم اليوم، والفريق الرابح عطيناه كجائزه رمزيه. وهذا الشيء كامل دار لتحسيس الناس اللي كاينين هنا، لان كانوا حتى الناس اللي كانوا هنا جايين يلعبوا غير سبور اللي شاركوا معنا بطريقه تلقائيه. فكانت مبادره اللي عجبت بزاف الناس، وحتى الناس ديال بسكوره جاو اللي شافونا جايين جاو وعاونونا هنايا بلا ما طلبناها منهم. يعني الحمد لله كاينين الناس اللي باغيين يعاونوا وباغيين ينقيو ويتو. فكنتمنى ان هذا الميساج يدوز وان نحاولوا كاملين باش نقيو هذا الاسباس فيغ ديالنا. كنت واجد الان في غابه بوزكوره بمناسبه هذا اليوم العالمي للتنظيف، ودابا دازت نص ساعه تقريبا وانا كنجمع في الازبال. هذه الحصه ديالي الان، الحصه الاولى. والمثير في هذه العمليه كامله اللي ثار انتباهي هو تواجد ماده البلاستيك في غابه بوزكوره بكثره، والنموذج البسيط اللي يمكن لنا نوضحوا به هذه العمليه هو ان الناس اللي كيجيو يمارسوا الرياضه في غابه بوزكوره غالبا كيجيبوا معهم قنينه ديال الماء باش يتزودوا بهذه الماده الحيويه. ولكن اول حركه كيدير الانسان هو كيجري وكيفتح العلبه القنينه بليتو وكيرمي الغلاقه ديال ديك القنينه. الصراحه حنا كنضروا بزاف من هاد الزبل وهذا الشيء اللي كيكون هنايا بزاف، حيت كيف كتعرفوا هنايا كيعيشوا بزاف ديال الحيوانات في هاد الغابه، وملي ما كيبقاوش قادين هنايا كيخرجوا لينا حنايا بحال لي سونغليي، وحتى كاينين بزاف ديال الحيوانات هنا. والزبل هنايا كنلقاو بزاف ديال كاين اغلبيه البلاستيك. والحاجه اللي لاحظت هي كاينين بزاف ديال الكلينكس، ما فهمتش الناس كينقيو راسهم وكيوسخوا الغابه، علاش ما عرفناش. الغابه عطاها لينا الله باش نستافدوا منها، باش نقيو ذاتنا، باش نستافدوا منها بزاف د الحوايج، ماشي باش نوسخوها. خاصنا نحافظوا عليها، حيت صراحه في هذا الوقت هي اللي تقدر تنفعنا، حيت كلشي ولا ملوت، الزناقي ولا الوسخ فين ما لقيناه، يعني الغابه هي اللي كتنفع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.